أن إسرائيل يوزع في كل عام على شعبه كل واحد من الطفل الصغير إلى الشيخ الكبير 5 كتب. فالحسينيات يجب أن تكون فعالة. صلاة الجماعة لازم بالحسينية. لماذا في حسينية ماكو صلاة الجماعة؟ لازم مركز تجمع الشباب، يعني الشباب لازم يكونون مربوطين بالحسينيات. الحسينيات يجب أن تكون عاملة بالقراية، بصلاة الجماعة، بالكتب، بقضاء الحوائج. الآن كنائس هالشكل في العالم، الكنائس في العالم تعطي الحوائج، مو أنه كنيسة فقط. فالحسينيات يجب تنشيطها، وتنشيطها بيد من؟ بيدكم الشباب. على قول ذلك الشاعر يقول: أنتم متعتم بالسؤددي، يا شباب اليوم أشياخ الغدي.